ومن هو الذي يدرك فضيلة التبكير للجمعة؟ من دخل المسجد يوم الجمعة قبل صعود الخطيب فإنه يدرك فضيلة التبكير للجمعة، ويشمله التسجيل في صحف الملائكة، ولا فرق في ذلك بين كون الإمام يصلي تحية المسجد أو يتحدث مع الناس أو جالسا قبل الخروج. وهل ترك الصلاة في جماعة هو من أشد الكبائر؟ لا، إنها معصية ترك الصلاة في الجماعة بدون عذر من باب المعاصي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في جماعة، وجاء في الحديث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ما حكم الذين لا يصلي صلاة الجمعة في المسجد؟ أن من يترك صلاة الجمعة بدون عذر فهو آثم، وقد حذر النبي من ترك الجمعة إذ قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وهل الملائكة تقف على أبواب المساجد في يوم الجمعة؟ نعم، الملائكة تقف على أبواب المساجد يوم الجمعة تكتب الأول، فالأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول، فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى. ما هو أصدق البر؟ أصدق البر بعد الموت، لأن بعد الموت لا تكون مصلحة. وما هي أقوى معركة يقودها الإنسان في حياته؟ الثبات على الدين في زمن كثر فيه الفتن، فمجاهدة النفس هو الجهاد الأكبر، فقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما هو أطيب شيء؟ العافية. وما هو أمر شيء؟ الحاجة إلى الناس. أشد من البلاء فما هو؟ شماتة الأعداء. ثلاث لا تأخذهن حتى تسأل عنهن فما هم؟ العسل والدين والزوجة. وثلاث إذا أبطينا ذهبت فائدتهن فما هم؟ التعزية والوليمة وصلاة المغرب. وثلاث إياك وصحبتهم فمن هم؟ الأحمق وقليل الهمة وقليل المروءة. وثلاث لا تستمع إليهم فمن هم؟ الكذاب والنمام وشاهد الزور. وثلاث لا تضحي بهم أبدا فما هم؟ عائلتك وقلبك وكرامتك.